بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح ليسون نمبر 1 ميررز. ليسون نمبر 1 يونت نمبر 2 بيتكلم عن المرايات، واتكلمنا في الشرح اللي قبل كده على التايب الاولاني للميررز، هو بلين ميرور. وقلنا ان عندنا حاجة اسمها light reflection، ولايت reflection هو ان اللايت ده بيرجع تاني لما بينزل على plane mirror، او لما بينزل على shining surface عموما، او reflecting surface. طيب، وقلنا ان في حاجة اسمها law of reflection، وان ال first law of reflection بيقول ان ال angle of incident equal angle of reflection. ال second law بيقول ان ال incident ray وال reflected ray والnormal كلهم على same plane perpendicular to reflecting surface. وتعرفنا على يعني ايه incident ray، ويعني ايه reflected ray، و angle of incident و angle of reflection وهكذا. وتكلمنا على properties of image which is formed in plane mirror. وقلنا ان ال image is upright، وقلنا ان ال image دي equal in size، is a virtual image laterally inverted، يعني معكوسة معكوسة. تعالوا كده يعني نتوكل على الله ونحاول نفهم مع بعض spherical mirror. spherical mirror هو نفس الميرور بس مش بلين، يعني مش مستوية كده، لا هي مش مستوية، يعني ليها كيرف. اكنك عملت ايه؟ اكنك جبت سفير، والسفير دي قمت عامل لها ايه؟ قمت خدت منها حتة. يعني ايه خدت منها حتة؟ يعني لو اللي قدامكم دي مثلا دايرة، تخيل الدايرة دي ايا كان الدايرة دي بتمثل ايه، بس الدايرة دي ليها سنتر. يعني خلينا نتفق، ركزوا بقى في اللي انا بقوله، لان الكلام اللي انا هقوله ده كله مهم. اي دايرة في الدنيا، اي سيركل في الدنيا، هي ليها سنتر، يعني احنا متفقين على المعلومة دي. تخيلوا بقى معايا حاجتين، ان الدايرة دي بتلمع. يعني ايه بتلمع؟ يعني كورة مثلا، والكورة دي اما ان هي بتلمع من برة او ان هي بتلمع من جوه. هقولها لكم تاني، تخيل ان انت ماسك سفير، ماسك كرة، الكرة دي بتلمع من برة وعتمة من جوه، او يعني الجزء الداخلي بتاعها دارك عادي خالص ما بيلمعش، او العكس انك ماسك كرة من برة عادية خالص مش بتلمع، بس من جوه بتلمع. كرة خالص عادية خالص، كرة من برة بتلمع ومن جوه عادية، او من جوه يعني بتلمع ومن بره عادي. وجيت انا قمت واخد جزء من السفير دي، خدت حته كده. شايفين بقى اللي ظهر لي ده، الارك اللي ظهر ده، ال 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 الجزء ده اللي انا خدته ده، السنتر ده تبعه ولا لا؟ الحته دي ركزوا في كل حاجه انا بعملها، هو برضو الحتة اللي انا خدتها دي مش ده السنتر بتاعها؟ والحتة دي كانت جزء of whole sphere، جزء من دايرة كاملة. هي دي السفيريكال ميرور، يعني حتة من دايرة، والدايرة دي كان ليها سنتر. وكل شغلنا في الفترة اللي جاية هيبقى على ميرور، بس الميرور دي مش بلين، دي سفير او بارت اوف سفير، جزء من دايرة، زي المعلقة بالظبط. لو انت جبت معلقة هتحس ان المعلقة دي مدورة فيها، لو بصيت في الجزء اللي بتاكل بيه اللي هو المدور ده، دي نوع معين، ولو قلبت المعلقة على ظهرها وشفت الجزء اللي طالع ده كده، ده نوع تاني. طيب حلو الكلام ده.
تعالوا نعرف يعني ايه spherical mirror. Spherical mirror is a type of mirrors in which the reflecting surface is a part of whole sphere. يعني جزء من دايرة كاملة أو كورة. الميرور دي ممكن تكون واحدة من اتنين، لإما كونكيف ميرور، وفي حالة الكونكيف ميرور الجزء اللي منور هو اللي جوه، لإما تكون كونفكس وفي الحالة دي اللي منور هو اللي بره واللي جوه ده مش منور. يعني انا عندي two types of spherical mirrors. I have concave mirror and convex mirror. The definition of concave mirror is the mirror its reflecting surface is a part of inner sphere أو inner surface of sphere. الجزء الداخلي من السفير هو اللي منور، هو اللي بيعكس النور، وبالتالي شكلها مقعر كده، بنسميها بالعربي مقعرة، تحس ان هي من النص كده ايه منورة. اما الكونفكس، the mirror its reflecting surface is a part of outer sphere، جزء اللي بره من الكرة دي هو اللي منور، هو اللي شايني، هو اللي هقدر اشوف فيه صورتي. يبقى انا عندي نوعين من الميررز، السفيريكال ميررز بمعنى اصح كونكيف اند كونفكس. طيب هو في فرق بين الكونكيف والكونفكس؟ تعالوا نشوف الكلام ده. ده شكل لميرر، دي عبارة عن بارت اوف سفير، يعني ده جزء من دايرة. تعالوا نجيب نور وننزل النور ده على الميرور دي، تعالوا نخليه بيم احسن. بصوا لو انا جبت كشاف نور وضربته في الميرور دي، الميرور دي بتعمل ايه؟ it will collect the light، بتجمع النور. يعني لو الجزء ده كده في الحالة دي اسمها concave، اسمها ايه؟ concave mirror. دي الميرور اللي من نوع الكونكيف دي اللي الانر بارت منها هو اللي شايني، it collects light، بيتجمع النور، ودي very important point ان هي بتجمع it converge the light. طب تعالوا ناخد مصدر الضوء ده ونخليه يجي بالعكس. ده بصوا لما خلينا الميرور دي اعتبرناها ان اللي جوه هو اللي ضلمة وان اللي بره هو اللي منور، دي بتعمل ايه؟ هي بتجمع النور هنا ولا بتفرقه؟ دي بتفرق النور، دي بتخلي النور بدل ما هو كان متجمع، دي بتعمل ايه؟ دي في الحالة دي it diverge the light، دي هي بتجمعش النور ولا حاجة. عكس التاني، التاني في حالة الكونكيف كانت بتعمل converging، اما دي بتعمل diverging، بتفرق النور. لو انت بصيت كده هتلاقي النور مش بيتجمع، ده النور ايه؟ بيتفرق، بيتفرق بقوة كمان. اما لو جينا خلينا السورس اوف لايت ده يخبط في كونكيف ميرور هتلاقيها بتجمع النور، زي في الحالة دي. في الحالة دي هي بتجمع اللايت، بس لسه هنخش في تفاصيل الموضوع ده، مش عاوز اشتتكم من دلوقتي، ولكن تخيلوا ان دي كونكيف ميرور اهي، الميرور دي بتجمع اللايت قدامها. هنيجي لكل ده خلال الشرح بتاعه. يبقى دي احنا بنتكلم على point number two، ان the effect of light effect on light rays
converge the light rays. اما هنا في الconvex it diverge the light rays. طيب الاقي فين في الميرور السفيريكال اللي هي كونكيف؟ كونكيف خلاص اتفقنا ان الشايننج سيرفيس ان اللي بيلمع او الريفليكتنج سيرفيس انر يعني من جوه بيلمع. هلاقي فين السنتر بتاع الدايره دي؟ هلاقي فين السنتر اوف كيرفيتشر؟ كلمه سنتر اوف كيرفيتشر لو انت عندك دايره السنتر بتاعها اسمه سنتر اوف كيرفيتشر. فلو هو ده اللي قصدك عليه، لو هي دي الميرور، لو هي بتلمع من جوه القسم اللي انا مش هقول عليه على الدايره دي، وبالتالي السنتر هنا هيكون ان فرونت اوف ريفليكتنج سيرفيس، يعني السنتر بتاع الجزء اللي هيتجمع فيه النور قدام الميرور. اما في حاله الكونفكس ده النور بيتشتت، بس السنتر بتاع الدايره دي فين؟ انا هفترض يعني ان انا كملت الدايره، طبعا مش هتيجي، استحاله تيجي يعني مظبوطه، بس السنتر هنا فين؟ السنتر هنا ورا الشايننج سيرفيس ولا قدامه؟ يعني في الحاله دي هو قدام الشايننج سيرفيس ان فرونت اوف ات، ده السنتر اوف كيرفيتشر. اما هنا السنتر اوف كيرفيتشر، كلمه سنتر اوف كيرفيتشر هو سنتر الدايره على فكره، سنتر اوف كيرفيتشر فين؟ ده بيهايند، هنا في الحاله دي ايه؟ بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس، بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس، يعني هتلاقي السنتر اوف كيرفيتشر ورا الشايننج سيرفيس. ده drawing لي الكونكيف ودروينج لي الكونفكس. يعني بيجي في الامتحان يقول لي draw a graph for او draw the concave and the convex lens، اهي هترسم له نفس الرسمه دي، ان هنا بيحصل converging for light يعني تجميع النور، اما هنا بيحصل diverging for light. انا هكتفي بالجزء ده في الفيديو، وهكمل معاكم درس الميرورز في فيديو تاني ان شاء الله، لان الدرس ده فيه شوية تفاصيل كده لازم تتاخد واحدة واحدة. اتأكد انك قبل ما بتقفل الفيديو انك فهمت الفيديو، وإلا عيده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تفهمه كويس. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، نتقابل في فيديو جديد. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.